دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان. برحب بحضرتك يا دكتور أولا. خير، ازيك؟ أهلا بحضرتك، وهبدأ مع حضرتك بأسباب تأخر انعقاد المجلس القومي للسكان من 4 سنوات كاملة. يمكن نقول ان المجلس القومي للسكان اخر مره انعقد فيها كان في 2014، ويمكن ساعتها على حسها اتعملت استراتيجيه مصر، اللي هي استراتيجيه مصر 2015 2030. وعلى مدار الفتره دي يمكن حصلت بعض الظروف اللي هي اخرت انعقاده. يمكن احنا بنقول ان بقى له اكثر من 4 سنين ما انعقدش. انا استلمت كمقرر المجلس القومي للسكان في شهر 11، يوم 8/11، فكان من اوائل التكليفات اللي معالي الوزير رجعتها معايا ان احنا لازم المجلس القومي للسكان يتم اعاده تفعيل دوره. فهو اول حاجه في اعاده تفعيل دوره هو ان هو ينعقد، وهو المفروض اصلا ان هو ينعقد كل 3 شهور. فيمكن النهارده حتى اول توصيه معالي الوزير قالت ان احنا يرجع يتفعل دوره ويبدا ينعقد، وحتى طلبت ان احنا لغايه ما نحل القضيه ان شاء الله ان المجلس ينعقد برئاسه معالي الوزيره بصفه دوريه كل شهر. يمكن عشان نبدا ان احنا نحرك الدم في القضيه من تاني. بنقول ان المجلس ده بيبقى برئاسه معالي الوزيره وعضويه المقرر وممثلين عن 13 وزاره وممثلين عن 4 هيئات و4 شخصيات عامه. بنبدا نتكلم في ملف السكان وكل وزاره انجازها ايه. نبدا نشوف ايه هي المعوقات وايه هي الحلول. وتاني فكره كانت معالي الوزيره قالتها النهارده عن اطلاق مبادره جديده لمكافحه الزياده السكانيه. يمكن هنقول لسه تفاصيلها قدام. يعني معالي الوزيره قالت ان احنا بندشن المبادره دي، ويبدا ان احنا نعمل لها غرفه عمليات بحيث ان احنا نبدا خلال فتره قصيره جدا نبدا نعلنها للناس كل تفاصيلها بكل المحاور بفئه ممتاز المتحدة. طيب، ختان الاناث مبادره هامه جدا، وفي الحقيقه لازم كده نعرف ما هو الجديد فيها المرة دي. يعني التعامل مع هذه المبادرة لمواجهة ختان الإناث هيكون إزاي؟ نقول مصر حققت نجاحات في ملف ختان الإناث. يعني النسب عندك في مصر زمان كانت عالية جدا، انت حققتي نجاحات بس انخفضت يا فندم؟ معدلات انخفضت، بس برضو كان كلام معالي الوزيره ان احنا عاوزينها لسه، ان النسبه دي غير مرضيه، ان احنا هدفنا ان انت في الاخر توصلي ان نسبه ختان الاناث في مصر عندك تبقى 0%. انتوا عايزينها تكون 0%، وده هدف طبعا للمبادره. هل في رقم كانت كام النسبه وانخفضت الى كام؟ دلوقتي لما بنقسمها بالشرائح العمريه، لو انت قسمتيه على شرائح العمريه بتاع كل الستات في مصر، انت كده بتظلمي المجهودات اللي اتعملت في السابق، لانك بتدخلي معاكي الستات اللي هم من 15 ل 49. فلو انت عاوزه تقيسي فعلا النجاح بنقيسه دايما في الشرائح العمريه الصغيره اللي هي بتاعت من 15 ل 19، لان هم دول اللي تم معاهم النجاح. فعلا النسب انخفضت في الشرائح العمريه دي، قلت من 90 من حاجه و90% لحاجه و60%. بس بنقول نظل برضو بنقول ان النسب عاليه، وان احنا انا في الاساس استاذ مساعد نساء طريف الاصلعين، لما بندرس للطلبه في ان من اشهر البلاد اللي بتعمل فيها الختان الاناث مصر والسودان والصومال واثيوبيا. فنقول لسه عندنا شغل كتير جدا محتاجين نعمله في ملف ختان الاناث. مصر يمكن بتحارب ختان الاناث بقى لها اكثر من حاجه و20 سنه. صحيح. يمكن حرب صعبه لسبب هقولها لك. اصعب حاجه تغيريها الحاجه اللي موروثه في الدماغ. قد يكون الناس ورثه دماغها ان الختان ده عفه. بالظبط، علشان كده عايزين نعرف آلية عمل المبادرة، ايه اللي هيتم بقى للتعامل مع الأعراف دي، للتعامل مع التقاليد دي؟ عن طريق التوعية، وبرضه كل تفاصيل المبادرة هيتعلن عنها قريب جدا من خلال لقائنا مع معالي الوزيرة. زي ما قلت لك احنا قلنا ان احنا هنشتغل على الختان وعن الزيادة السكانية، بس كل التفاصيل والخطة التنفيذية وهنتحرك ازاي دي قريب جدا ان شاء الله هتبقى كل التفاصيل دي. بتتم بالتنسيق يا فندم مع جهات تانية؟ يعني في تنسيق مع الاوقاف، يعني في تنسيق مع الازهر مثلا، المجلس القومي للمرأة مثلا، يعني مع كل الوزارات. وحتى كان بعد انعقاد المجلس القومي للسكان كان في اجتماع لمعالي الوزيره مع كل الهيئات الدوليه في مصر عشان نبدا برضو نتكلم معاهم ان احنا في مشروع الختان. يعني معالي الوزيره حريصه ان احنا نسمع برضو الافكار الهيئات الدوليه، ان احنا نشوف الافكار الجديده، وان احنا نراجع الوسائل القديمه بتاعتنا. يعني قد يكون انت بقالك 20 سنه بتحارب الختان، بس بعد شويه محتاجه ان انت تقولي هل يا ترى الوسائل بتاعتي دي كانت فعاله، ولا محتاج ان انا اغير الوسائل، محتاج اغير الطريق. فدي خطوه مهمه احنا بنعملها دلوقتي، ان انت بتقيمي الوسائل بتاعتك عشان نقدر ان شاء الله الانطلاقه الجايه زي ما قلت لك نحقق هدفنا ان انت عاوزه الختان يبقى 0%.
كتاني. شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان.